أعزائي المشاهدين، وصلنا في حديثنا في الحلقة الماضية إلى تصور شكل الإدارة المغولية في العراق بعد إسقاط الخلافة العباسية والدولة العباسية، وقلنا بأن المغول قسموا العراق إلى وحدات إدارية سبعة، وسميت كل وحدة إدارية باسم الأعمال، فالأعمال الشرقية والأعمال الفراتية والأعمال الكوفية والحلية والأعمال البصرية وهكذا. وجعلوا رأس الدولة في البدء كان رأس الدولة هو الوزير، يعني هو رئيس الوزراء الخليفة أعدم، فبرزت مؤسسة الوزارة وأصبح أول حكام العراق هو الوزير في ذلك العهد، الوزير مؤيد الدين ابن العلقمي. ثم بعد وفاة هذا الرجل بعد سنتين يعني لا أكثر، شكل المغول إدارة جديدة يكون على رأسها الديوان، ورأس هذه المؤسسة كان رئيس الديوان، وتولى رئاسة الديوان يعني قادة أو موظفون كبار، معظمهم، وهذا أمر ينبغي أن نشير إليه، معظمهم لم يكونوا من المغول أنفسهم، أما من المسلمين من أقوام مختلفة، بل وبعضهم من السكان المحليين، لكنهم جميعا كانوا متعاونين مع المغول، من العناصر التي رضيت التعاون مع المغول. تولى هؤلاء رئاسة الديوان، وتولى أمثالهم رئاسة أو قيادة الوحدات الإدارية الستة المتبقية في العراق، وأصبح شكل النظام شكلا مدنيا، ولكنه في الحقيقة كان شكلا يستر وراءه القوة المغولية الضاربة المتمثلة بالمعسكرات التي أقامها المغول في كل هذه المدن، في كل من هذه المدن. القوة الفعلية كانت بيد الموظف الآخر، القائد العسكري الذي كان يسمى الشحنة، وكان المنصب كله، المؤسسة تسمى الشحنكية. الشحنة هو منصب يعني اسم معروف منذ العصر السلجوقي، المسؤول عن الأمن، ولكن عند المغول أصبح الشحنة هو القائد العسكري الذي يحكم البلاد بيد من حديد. وأما رئيس الديوان على أنه يمثل سلطة إدارية مستقلة عنه، لكن الشحنة يستطيع أن يلقي القبض على رئيس الديوان وأن يعدمه أو يرسله أسيراً مع قائمة بالتهم إلى هولاكو ليقضي فيه أمراً، بمعنى أن السلطة الفعلية كانت بيد المغول، والسلطة المدنية كانت بيد عناصر من المتعاونين معهم. إضافة إلى هذا كانت هناك سلطة ثالثة اللي هي سلطة المشرف، والمشرف هو المسؤول المالي عن البلاد، في كل منطقة كان هناك مشرف أي مسؤول مالي، مهمته جمع الضرائب ويعني الإشراف على الجوانب التي لها علاقة بالأمور المالية. لكن هؤلاء رئيس الديوان والمشرف كلاهما لم يكن أكثر من موظف بإمكان القائد المغولي الشحنة أن يعزله وأن يعذبه وأن يعدمه وأن يفعل به ما يشاء. إذن ما وقع به بعض المؤرخين المحدثين اليوم، يعني قال بعضهم حينما درسوا أوضاع العراق الإدارية، تصوروا أن المغول تركوا حكم العراق لأبنائه كما قال بعضهم، لأبنائه، لأنهم وجدوا أن أكثر الموظفين، أولئك الموظفين ممن تولوا رئاسة الديوان أو الإدارة المالية، كانوا من بعضهم من العراقيين وبعضهم من المسلمين، أصلا ليسوا من المغول، ولكنهم فاتهم أن القبضة الحقيقية في البلاد كانت بيد المغول وحدهم، وهؤلاء لم يكونوا إلا واجهة لحكمهم حينما يشاءون يعني ينهون دورها، أو حينما يشاءون أن يستمر ذلك الدور، والقبضة الحقيقية كانت بيد القيادة المغولية في ذلك العصر. هذا يوضح
طبيعة الاحتلال المغولي. كان المغول قد سيطروا على المدن الرئيسية ووزعوا فيها حامياتهم، وكان العراق جزءاً من إمبراطورية مغولية لا تحكم العراق وحده، وإنما تحكم إيران ومناطق من شرق آسيا، من الصين حتى حدود العراق الغربية. كل ذلك كان جزءاً أجزاءً من إمبراطورية كبيرة شادها المغول وسيطروا على بلادها. وبالتالي كانت الانتفاضات التي تحدث محدودة في أول العهد، كان الناس يعني مصدومين تماماً بالقوة المغولية، بالقوة التي بدأ عليها المغول وامتداد حكمهم ليشمل كل تلك البلاد وتلك الأقطار. ولكنهم فيما سنرى أنهم أخذوا يقومون بحركات انتفاضات وغير ذلك مما سيمر بنا. لو نظرنا إلى أولئك الذين تولوا السلطة في العراق من رؤساء الديوان، نجد أكثرهم كان مشغولاً بجمع الأموال، والمغول كانوا يتركون أولئك يعني يحكمون ويبتزون الأموال ويصادرون ما شاء لهم المصادرة وينهبون تلك الأموال. حتى إذا امتلأت جيوبهم أرسلوا فألقوا القبض على هذا الذي أنمى ثروته على حساب الناس، لا لأن يعيدوا الأموال إلى أصحابها ولكن ليأخذوهم هذه الأموال. يعني كان أولئك الموظفون أشبهوا بإسفنجة يتركونها حتى تنتفخ بما تحصل عليه من أموال من النهب والسرقة والمصادرة والابتزاز، حتى إذا ما امتلأت هذه الإسفنجة بتلك الأموال عصروها، وبالضبط يعني عصروها يعني حقيقة لا مجازا، عذبوا صاحبها وهددوه بأنواع التهديدات وبأنواع التعذيبات حتى ينفض آخر درهم في يده في جيبه، ثم يتركونه يعود إلى السلطة مرة أخرى، وإذا بهم مرة أخرى يعصرون جيبه مرة بعد مرة، ويعني يحصلون على ما كان قد حصل عليه من أموال السحت ومن أموال النهب والسلب. كانت هذه طبيعة الإدارة المالية، بل وطبيعة الإدارة في العراق في ذلك الوقت. لم يؤثر عنهم أي عمل له علاقة بالحضارة أو إنشاء أي مؤسسة أخرى، باستثناء وحيد وهو حاكم العراق ورئيس الديوان الذي حكم في سبعينات، يعني بعد 20 سنة تقريباً من الاحتلال المغولي، أو يعني تقريباً في سبعينات ذلك القرن السابع، وهو عطا ملك البكري الجويني. هذا كان حاكماً مختلفاً بعض الشيء، حاول التودد إلى أهل بغداد، عرض على السيدة شاه لبنى شمس الضحى الأيوبية، وهي زوجة الابن الأكبر للخليفة المستعصم بالله، عرض عليها الزواج، أراد أن يحسن صورته، فرفضت هذه السيدة مع أنها لا حول لها ولا قوة، رفضت ذلك ثم وافقت على شرطين، ينفذ لها شرطين. الشرط الأول أن ينقطع عن شرب الخمر، ويبدو أنه كان شارب الخمر قبل هذا، ثم أن يسمى في عقد الزواج يسمى يعني عمها، هي كنة الخليفة المستعصم، بالإمام الشهيد. وهذه الإضافة مهمة، القول بأن الإمام كان شهيداً، الخليفة المستعصم بالله، يعني قتلته كانوا كفاراً أو كانوا ظلمة وكانوا معتدين، ورضي هذا الحاكم عطا ملك الجويني والبكري، وكان واضحاً من لقبه أنه عربي الأصل بكرياً من إحدى الأسر البكرية هناك، فوافق على هذا. واستطاعت هذه السيدة من خلال حكم زوجها عطا ملك هذا أن تقوم ببعض الأعمال الخيرية، وكانت تحسن إلى أهل بغداد، ويعني أنشأت بعض المؤسسات التعليمية وغير ذلك. عدا هذه الفترة، هذا أيضا هذا الرجل أعاد بناء
منارة جامع القصر. منارة جامع القصر يعني جامع الخلفاء الحالي، كانت المئذنة قد سقطت، بناها أولاً ثم سقطت ثم عاد بناءها، وهي المئذنة التي يراها كل مار في شارع الخلفاء، هذه المئذنة الشامخة العالية التي كانت أعلى نقطة، تمثل أعلى نقطة في بغداد طيلة القرون المتأخرة، وأعمال أخرى وهي التي أخرجت قبر أو جثمان الخليفة المستعصم وأعادت دفنه في منطقة مشهد النذور في منطقة الأعظمية في محلة النصة، وأنشأت عليه قبة وبنت إلى جانبه قبرا لها، فحينما دفنت في هذا المكان، وكانت لها ابنة تعرف برابعة أيضا دفنت في نفس المكان، فعرف المكان بقبر أم رابعة وهو قبر المستعصم بالله وكنته وحفيدته رابعة. إذن هذه السيدة كانت تمثل وضعا استثنائيا، وهذا الحاكم كان، وعلى ذلك كان أولئك المغول أو أولئك المؤتمرون بأمر المغول يتصرفون وكأنهم في يعني وكأنهم لا رقيب عليهم إطلاقا، إلا الحاكم المغولي ينهبون ويسفكون الدماء ويدمرون ما شاء لهم، هدفهم الأول والأخير هو سلب الأموال وإرضاء المسؤولين من المغول من سلاطين المغول بما كانوا يوفرونه لهم من أموال الشعب الذي كان ينهب في كل يوم. في الموصل بدر الدين لؤلؤ كان يتظاهر بممالأة المغول، وكان قلبيا هو طبعا مع الخليفة المستعصم بالله، ولكنه كان يمالئ المغول بل ويظهر بعض التعاون معهم من أجل أن يحفظ كيان إمارته، إمارة الموصل وأعمالها في ذلك العصر، ولكنه توفي وبعد سنتين، وبعد وفاته حدثت انتفاضة كبيرة في الموصل قادها بعض أبنائه، فما كان من المغول إلا أن حاصروا الموصل واقتحموها بعد حصار مرير ودخلوها ودمروا كل شيء فيها، فلحقت الموصل ببغداد من حيث تعرضها إلى أعمال التدمير والقتل والنهب وغير ذلك. سياسة المداهنة التي اتبعها بدر الدين كانت قد انتهت بنهايته، وواجهت المدينة مصيرها بعد انتفاضة قام بها أبناؤه، وكانوا يطمحون إلى أن يحدث نوع من التعاون بينهم وبين القيادة المملوكية في مصر والشام، لأن مصر والشام كانت في ذلك الوقت في دولة واحدة، لكن هذه السياسة لم تنجح وأدى موقفهم إلى أن يتعرضوا إلى ما تعرضوا إليه من تدمير وتخريب. في بعد سنتين من هذا التاريخ قرر هولاكو أن يمدد دولته لينفذ آخر مقررات الكوريلتاي، يعني الاجتماع أو المجلس الدولة المغولي، وهو احتلال بلاد الشام ومصر، وفعلا تقدم واحتل بلاد الشام وأرسل إلى حاكم مصر، وكان في ذلك الحين قد انتهى عهد الأيوبيين قبل هذا التاريخ بسنوات قليلة، في عام 654 انتهى عهد الدولة الأيوبية في مصر والشام، وحكم هذين القطرين حكمه مماليك الأيوبيين، ومماليك الأيوبيين ليسوا كما نتصور مماليك بمعنى الخدم المجلوبين من الخارج، وإنما القادة العسكريين الذين جندهم الأيوبيون وأصبحوا قادة جيشهم، وأولئك القادة هم الذين تولوا حكم البلاد بعد زوال الدولة الأيوبية، وصار مقدرا على أولئك القادة أن ينهضوا بالبلاد وأن يتصدوا لهذا الخطر الهائل الذي يتوسع يوما بعد يوم وبات يهدد
استقلالهم وسيادتهم في بلادهم، لأن هولاكو حينما وصل إلى بلاد الشام وإلى دمشق أرسل رسله إلى السلطان المملوكي في ذلك الوقت وهو مسمى قطز، ينذره بأن عليك أن تستسلم لقواتنا، وإن لم تستسلم فسيكون مصيرك كسائر الأمم التي فتحناها ودمرناها ودمرنا أهلها. فانقسم الرأي في مجلس الحرب في القاهرة، ماذا يفعلون؟ كان هناك من يقول من بعض أولئك القادة، وقد أخذ منهم الهلع والخوف ما أخذه، أن يتركوا البلاد وينطلقوا إلى مكان آمن. هناك من قال أن نذهب إلى اليمن، أو هناك من قال أن نذهب إلى الصعيد وإلى النوبة، واختلفت الآراء. ولكن أحد القادة المهمين الذين سيؤدون دورهم في المعارك اللاحقة وهو ركن الدين بيبرس، غلب الرأي الذي يقول بأن يجب على أولئك المماليك أن يتصدوا للمغول قبل أن يأتوا إلى داخل مصر، لأن أيضا كان هناك رأي يقول ننتظر المغول إلى أن يصلوا إلى مصر، والله كريم نقاومهم وهم في بلادنا ونحن أدرى بهذه البلاد. ولكن بيبرس هذا كان قائدا حازما وبعيد النظر، قال ما يعني هوجم الناس في بلد إلا ذلوا، والأولى أن نخرج نحن إليهم ونقاتلهم في بلاد الشام قبل أن يقتربوا من حدود مصر التاريخية. وفعلا تم تجهيز الجيش المصري، ومعه قد تجحفلت جيوش المتبقية من في بلاد الشام، بل وقوات عراقية كان أغلبها من الكرد الشهرزورية، أولئك الشجعان الذين انضموا إلى الجيش الإسلامي، الجيش الذي قاده قطز ومعه قائده بيبرس في القاهرة، جاءوا إلى مصر والتحقوا بهذه القوات المتجحفلة التي كانت تستعد لخوض معركة فاصلة مع المغول قبل أن يقدموا إلى داخل مصر أو إلى القاهرة. وتقدم وكان المغول في ذلك الوقت قد وصلوا إلى غزة، يعني أصبحوا قريبين جدا من مصر، من حدود مصر الطبيعية والتاريخية. فتقدم فجأة يعني بحركة تكتيكية سريعة، تقدم طليعة الجيش المصري إلى غزة وحررتها من القوة المغولية التي كانت تسيطر عليها وتحتلها. فوصل الخبر إلى القيادة المغولية في دمشق، وكان هولاكو قد اضطر في هذه اللحظة مغادرة البلاد بلاد الشام ليحضر القورلتاي الآخر، الاجتماع بعد وفاة موت السلطان المغولي. جاء هولاكو وكان حاكم للمغول في العراق ومسؤولا عن توسعات المغول في بلاد الشام، اضطر أن يترك يعني مقر قيادته في دمشق وأن يذهب على عجل لحضور هذا القورلتاي أو هذا الاجتماع، وترك القيادة بيد كتبغا أحد كبار قادته. وكتبغا لنتذكر حديثنا في الحلقة السابقة هو آمر المعسكر الذي أسر فيه واعتقل الخليفة المستعصم بالله في ضواحي بغداد الشرقية. كان هذا القائد المغولي قد تولى يعني السيطرة على البلاد، ووصله خبر يعني مهاجمة الجيش المصري والقوات المنضمة إليه مدينة غزة. فالمؤرخون يقولون تملكه الغضب وأرسل جيشه ليلتقي بالجيش المصري في أي مكان من فلسطين، فحدث اللقاء في منطقة عين جالوت في شمالي فلسطين. وفي عين جالوت دارت معركة ضخمة ومهمة أبدت فيها القيادة الإسلامية بقيادة المماليك المصريين يعني قدرة هائلة حقيقة على تصميم المعركة والتخطيط لها، والشجاعة التي أبداها أولئك المقاتلين في ذلك الجيش. دارت المعركة في مدخل وادي الجالوت في
في شمال فلسطين، وتمكن القوات الإسلامية ونسميها القوات المصرية أو الإسلامية أو القوات المشتركة التي انضمت إليها كل الجيوش المتبقية في المنطقة بينها وبين الجيش المغولي، وتمكنوا بالنهاية من إلحاق الهزيمة الشديدة بالقوات المغولية حتى أنها تراجعت وانسحبت إلى دمشق، وهناك بدت عملية حرب أنصار كما تسمى في الفن العسكري، يعني حرب مقاومة تقاوم وتقضي على أولئك المغول، بقايا القيادات المغولية من مدينة إلى أخرى حتى صفي الحكم المغولي والقوة العسكرية المغولية من مدن بلاد الشام، وعادت بلاد الشام إلى مصر لتكون دولة واحدة بقيادة المماليك. أقول هذا لنكمل صورة ما حدث في العراق في تلك السنين الصعبة المتلهمة بالأحداث، ونكمل حديثنا إن شاء الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم.